شكرا على الانفيتاسيون دابور هو في الحقيقه جسم رقمي درناه او لو سيتين ديجيتال اللي دعينا ليه البارح بالهاشتاغ بالوسم ستوب 490 عنده ثلاثه الاسباب الاولى مرتبطه طبعا بلافير ديال هناء اللي تحكمت بشهر الحبس سويت من بعد ما تنشر لها فيديو اباحي واللي كانت غتخرج البارح دونك حنا كنا بغينا داك لو سيتين يكون تزامنا مع الخروج ديالها باش كشكل ديال التضامن ومؤازره مع القضيه ديالها. السبب الثاني هو للتذكير بالمطالب ديال ائتلاف 490 حركه خارج على القانون اللي متعلقه بالغاء الجريمة عن يعني الحريات الفرديه ولا الغاء الفصول اللي كتجرم هاد المسائل هذه في القانون الجنائي المغربي. وطبعا 490 هي كت يعني احاله على الفصل 490 اللي كيعاقب السجن العلاقات الجنسيه ما بين اشخاص بالغين خارج اطار الزواج. وهو كذلك يعني راه ماشي فقط غير 490 مي رمزيه الفصول القانون الجنائي كاملها اللي كتقيد الحريات وكتساهم من ضمن ما كتساهم في يعني في تكريس التمييز على اساس النوع الاجتماعي وفي تكريس واحد المجموعه ديال الامور اللي هي في يعني ضد الصالح ديال التطور ديال المجتمع. السبب الثالث علاش اختارينا نديروا اعتصام رقمي ولا علاش اختارينا هذا الشكل الاحتجاجي هو اولا لانه حنايا من نهار الاول الكوليكتيف التزمنا مع راسنا وازاء الناس اللي كينخرطوا في الديناميه ديال الدفاع عن الحريات الفرديه باننا من يعني نتخلصوا ولا نحاولوا نخرجوا على الاشكال الكلاسيكيه ديال الاحتجاج لانه الناس ما بقاوش كينخرطوا فيها بزاف ولانه بغينا نفكروا في اشكال اللي تقدر تجمع بزاف ديال الناس من فئات عمريه وفئات اجتماعيه مختلفه. دونك لي رياكسيون يعني حنا في الحقيقه ما كنا كنتسناو طبعا بامال وبواحد بزاف ديال الانتوزياسم انه الناس يتبناو هذا الهاشتاغ مع كل الرمزيات اللي تكلمت عليها يعني سواء من منطق انهم فعلا ضد هاد الارتيكل او لا من منطق كذلك انهم كيازروا القضيه ديال هنا. دونك كان تفاعل جد ايجابي كان واحد الانتشار واسع لدرجه انه بزاف الناس كيعتبروها ماشي فقط غير واحد لاكسيون محدوده في الزمان ولكن يعني تحولت الحمله اللي باقيين الناس من البارح من قبل من البارح يعني من افونتيغ والبارح واليوم باقيين كتنتشر هذه الحمله اكثر واكثر. دونك حنا يعني راضيين وساتيسفي بزاف وواخا هكاك هذا الشيء كيزيد يحملنا واحد المجموعه ديال المسؤوليات اللي كنتمناو انه نقدروا نديروا شي حاجه زعما عمليه باش نوفيوها. في الاول طبعا تلاقيناها نهار ثلاث يعني نهار قبل ما تخرج من السجن مشينا جبنا اذن بالزياره ودخلت عندنا دخلت عندها محاميه من عضوه الائتلاف وكانت النفسيه ديالها يعني جد متاثره بزاف وكان يعني هي قلقة جدا على المصير ديال وليداتها كانت مهولة بزاف من فكرة الخروج من السجن لأنه بنادم كيخرج من واحد السجن بالحيوط وكيخرج لواحد السجن اللي هو أكبر والجلادين ديالو أكثر لأنه يعني فيهم ناس اللي قرابين ليك فيهم ناس اللي من المحيط ديالك فيهم ناس اللي يعني غتشوفهم غتلقاهم في اليومي. كانت كذلك يعني فرق معها بزاف انه تلقى زياره من مبادره مدنيه او حركه مواطنه خصوصا انه منذ الاعتقال ديالها لحد يعني اليوم اللي خرجت ما كانش شي دعم ما عمرها تلقات شي زياره او شي يعني شي نوع ديال الدعم من الجمعيات او المجتمع المدني من غير يعني المحامي ديالها اللي هو يعني قام بواحد العمل جبار باش يحصل على حكم مخفف ولكن يعني كان غيكون شي حاجه مزيانه بزاف لو انها الناس تفاعلوا او الجمعيات والهيئات المدنيه تفاعلت مع القضيه ديالها لانه حنا شفنا في الزياره منين خرجت المحاميه كانت الانطباعات كلها انه السيده محتاجه كل الدعم الممكن وكانت كتسنى انه شي حد يعني يقدر يعني يحس بانه راه الي كونسيغني وبالفعل
واش كاينه شي حاجه قالتها؟ هي كانت كتهضر على وليداتها، يعني من حتى المحاميه كتسولها شنو فاش كتفكري دابا، كتفكر انها بغات فرصه باش تبني حياه جديده لوليداتها، بغات فرصه باش ما يبقاش المجتمع يحاكمها، بغات الناس يوقفوا معها باش ترجع الاعتبار ديالها، باش على امل انه حكم الاستئناف يرد لها الاعتبار ديالها، بغات الناس يوقفوا معها باش تاخذ حقها من هذا الشخص اللي شهر بها واللي هو اللي اعتدى عليها ودار زلزال كارثه في حياتها. وبغات يعني اي حاجه كنا كنقترحوا عليها كتقول لنا بغيت الدعم النفسي، بغات فرصه في عمل قار، بغات بنيه استقبال اللي توفر لها واحد الفضاء امن ليها ولوليداتها اللي كيتعرضوا يعني المضايقات في المدرسه، وهذا الشيء كان مؤثر عليها يعني بشكل كبير. البارح طبعا بعد ما خرجت مشينا عاودنا شفناها في الدار، هي كتحكي في الحقيقه واحد القصه ديال الماساه، ما بغيتش نكونوا حنايا نسميو راسنا دي بورت بارول بسميتها، ربما هي من بعد غادي تكون عندها القابليه باش تحكي، ولكن هي منذ الصغر ديالها وهي ضحيه ديال العنف، ديال العنف الجنسي، ديال العنف الجسدي، تعرضت لمجموعه ديال المواقف اللي ما كانش ممكن تكون عندها شي نتيجه اخرى من غير انها صادف مع شخص يعني دون اخلاق بدون اي وازع انساني اللي شهر بها، وهذا الشيء كامل كان نتيجته يعني هذيك الظروف اللي تعرضت لها حتى هي كانت نتيجتها انها طب يعني نتيجه حتميه انها تكون في سن مبكره ام عازبه لجوج الاطفال، وضعيتها الاجتماعيه يعني مزريه، ما عندهاش حتى شي حاجه امنه وقاره باش تاسيغي الحياه الكريمه لهاد الاطفال وليها، والوسط الاجتماعي ما كيسمحش انها يعني تعطاها فرصه تبدا من جديد الا بقات في داك البلاصه.